اهلا بك في العرض الخاص لفيلم العميل السري. اهلا بيك. كلمينا عن الفيلم وعن سر انجذابك ليه. فيلم كوميدي جميل ان شاء الله يعجبكم. اول تجربه ليا مع كوميدي السينما ومبسوطه قوي ومبسوطه قوي بالملايين واكرم وبيومي ومصطفى وفاطمه واسمى واستاذ منذر ريحانه، يعني كلنا الحقيقه تيم هيل والمخرج كريم العدل كله. طب يعني الجمهور اعتاد على فترة في الاعمال اللي هي فيها دراما وفيها يعني سسبنس، طب هل الحته الكوميديه دي يعني شايفه نفسك فيها ازاي يعني؟ لا انبسطت بيها جدا، تجربه جديده انبسطت بيها قوي، وعايز اشكركم كلكم على انكم جيتوا ولازم نخش على الفيلم على طول. حبيبتي يا فترة، ربنا يخليك. اقرب هنا اقرب. هنا